إعدامه 6000 معارض سياسي في أقل من شهرين، هذا هو الرقم القياسي الذي تحتفظ به إيران منذ 28 عاما. لكن الجديد في ذكرى هذه المجزرة هو الكشف عن تسجيل صوتي لحسين منتظري نائب مرشد الثورة حين ذاك، وهو يحذر من عواقب سياسة الحديد والنار. في ملفنا الخاص الليلة نتناول هذه القضية بما أثارته في وقتها من جدل، وربما تكشفه هذه الأيام من حقائق، خاصة وأن الإعدامات السياسية لا تزال تصنع الحدث حتى اليوم في طهران. سيدينكم التاريخ وستسجل صفحاته أن المرشد الإيراني الأول مجرم ودموي. في يوم من أيام صيف 88 من داخل بيت رجال الدين المعممين جاء التحذير قاسيا لإيران الخميني من تبعات التخلص من معارضيها بالإعدام. فتسجيل صوتي ظل مركونا أعواما انفجر الآن كقنبلة إعلامية مزعجة في وجه النظام الإيراني، كاشفا احتجاجات لنائب الخميني سابقا المرجع حسين علي منتظري. وفقا للتسجيل خاطب منتظري اللجنة التي عرفت لاحقا باسم لجنة الموت قائلا إن الإعدامات التي نفذت في السنوات الأولى من حكم الخميني تجاوزت تلك التي نفذت في عهد بهلوي. وأضاف منتظري أن إعدام ما يقارب 6000 ناشط سياسي خلال شهرين أكبر جريمة في تاريخ الجمهورية منذ تأسيسها. وحمل الرجل مسؤولية الإعدامات إلى أحمد نجل الخميني ومسؤولين آخرين وصفهم بأنصار الإعدامات. لم يصغ المرشد الإيراني الأول حينها لتحذيرات نائبه، ولم يمهله يوما من الحرية بالأساس بعد تلك التحذيرات، بل وضع منتظري تحت الإقامة الجبرية حتى وفاته عام 2009. تسجيل منتظري الذي أثار حنق طهران وأمرت فورا نجله بحذفه يتزامن مع إحياء المعارضة الإيرانية للذكرى 28 لما يعرف إعلاميا بمجزرة درب الحرية، الحادثة التي أعدمت طهران خلالها بموجب فتوى من المرشد الإيراني الأول آلاف المعارضين خلال شهر رمضان من عام 1988. لكن سيل التنديدات الداخلية والخارجية لم يثن الحكومة الإيرانية عن إعدام مزيد من معتقليها من الأقليات القومية والمذهبية. آخر حلقات مسلسل الإعدامات كان إعدام 3 ناشطين سياسيين في سجن جوهردشت بمدينة كرج. قبلها بأيام فقط أعدم أكثر من 20 معتقلا في سجن رجاء شهر بتهم جنائية فضفاضة ومبهمة حسب الأمم المتحدة. اللافت هو أن كل هؤلاء من الأكراد السنة، وهذه ليست صدفة البتة حسب معارضين، بل هو دأب الجمهورية حسب هؤلاء في الانتقام والتخلص من كل الأقليات والقوميات غير الفارسية، بما فيها أكرادها السنة أحد أكثر الجهات المتمردة الآن على الحكومة المركزية. أما جديد المشهد فهو عدم سماح السلطات الإيرانية للمرة الأولى لأقارب من تعدمهم باستلام جثامينهم، سياسة لوحت طهران إلى أنها قد تصبح قاعدة في المستقبل. لبحث هذا الموضوع معنا من لندن الكاتب والباحث السياسي محمود الأحوازي. أستاذ محمود مساء الخير، مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار. ليس هناك الكثير من الجديد فيما يتعلق بمجزرة التي ارتكبت في أواخر الثمانينات. الشيء الجديد هو هذا التسجيل الصوتي لآية الله حسين علي منتظري، وهو كان نائب المرشد مرشد الثورة آنذاك، وكان يتم تهيئته لأن يحل محل الخميني في فترة لاحقة، ولكن على ما يبدو موقفه من هذه المجازر حال دون ذلك. ما أهمية هذا التسجيل الصوتي برأيك الذي تم الكشف عنه؟ تحياتي بداية لك أخي الكريم ولمشاهدين الكرام. الواقع أنه المجازر في إيران لم تكن بدايتها هذه الجريمة الكبرى، ولن تكون نهايتها بالواقع بالمستقبل. الثورة منذ سنتها الأولى بدأت المجازر في مناطق الشعوب غير الفارسية، وبدأت بالمحمرة بالأحواز وكردستان في أشنوية وفي سقز وفي سنندج، وبعدها انتقلت إلى منطقة تركمان صحراء اللي هي فيها التركمان، الشعب التركماني هناك، وقتلت في كل إحدى هذه المجازر 400 إلى 500 شخص هناك، قتلوهم بالشوارع.
أما الحدث الذي حصل هذا كان طبعا مجاهدي خلق وفدائي الشعب هم أقوى قوتين كانوا مشاركين في ثورة الشعوب في داخل إيران، وكان لهم دور كبير. وعندما اندلعت الحرب بين العراق وإيران، الواقع مجاهدي خلق ونحن كنا هناك في بلدنا في الأحواز، كنا نشاهد مجاهدي خلق هم الذين انتقلوا وهم الذين شكلوا التعبئة، هذا البسيج اللي نسميه اليوم هم الذين شكلوا وبدأوا بمقاومة الجيش العراقي لصالح خميني. لكن لم تستمر هذا التعاون سنة أو أقل من سنة، ثمن 9 شهور حتى انغلب النظام عليهم. والواقع أنه النظام بدأ الحرب وانتخب الحرب مع العراق والتدخل في الشأن العراقي داخليا عندما فجر في المستنصرية هو من أجل القضاء على المعارضة القوية في الداخل، لأن خميني سيطر على السلطة في داخل إيران بالكامل، وهناك قوة موجودة خصوصا القوة اليسارية اللي كانت قوتها هي سبب مجيء الإمبريالية بخميني للحكم حتى يتخلصون من الشيوعيين ومن المجاهدين. فهذه المجزرة اللي تمت الواقع ليس 6000 وإنما كثير من المتابعين، يعني الأرقام حتى تصل إلى 30,000 بحسب بعض يتحدثون خلال تلك الفترة. يتحدثوا كثيرون تحدثوا كثيرون عن 12,000 نسمة الذين قتلوا، بعضهم دفنوا في داخل السجون وسووا تم طمهم بالتراب في داخل سجونهم وليس يعني بحد أدنى بحسب مذكرات آية الله منتظري الرقم يتراوح يصل إلى 3,800، وهو ليس بالرقم القليل الذين تم إعدامهم، يعني حتى لو أخذنا بهذا الرقم بحسب مذكرات منتظري. لكن دعني أعود إلى التسجيل الذي تم الكشف عنه. آية الله منتظري يقول في هذا التسجيل بأنه ما حصل هو أكبر جريمة في تاريخ الجمهورية وسيدينها التاريخ بشكل كبير. هذا كلام كبير في حق الجمهورية الإسلامية في ذلك الوقت، أليس كذلك؟ دقيقا، هو طبعا ولهذا تعرف حضرتك انه تم التواطى على المرحوم منتظري من قبل خامنئي اللي بعد ذلك اصبح هو ولي الفقيه، بدل كان خميني نائب الامام يسمى، وجاء خامنئي ليكون اماما بالتعاون مع رفسنجاني وخامنئي، وتم انتخابه نائبا لولي الفقيه اللي هو كان الخميني. فطبعا هو دفع الثمن كثير وثقيل عليه، بالإضافة لكثير من العلماء الآخرين الذين دفعوا نفس الثمن ويمكن حتى أكثر من ذلك، لأن لدينا علماء مثل الشيخ شبير الخاغاني هو كان علما وفقها أكثر من الخميني، لكن تم نفس الشيء تعاملوا معه ومات في قم في اعتقاله. فالنظام الإيراني لا يعطي أي أهمية لرجال الدين في إيران، الواقع هو يعطي الأهمية للسماسرة الذين يتعاونون معه في المجازر التي يقوم بها في داخل إيران، سواء كان بحق الشعوب أو بحق الدين المذاهب، بحق الطوائف المختلفة، أو بحق المعارضين من الفرس أنفسهم وحتى من النساء والشباب والجامعيين. فأنا برأيي المتواضع أساسا القصور هنا الحديث المفروض نتكلم عن لماذا المجتمع الدولي لا يتحرك ضد إيران، لا في تلك المرحلة ولا اليوم يتكلم. والآن الأمم المتحدة أعلنت أنه في 6 أشهر الأولى من هذه السنة سنة 2016 تجاوز العدد الإعدامات في إيران تجاوز الدرج الرقم الأول في العالم. إذن في هذه الحالة المفروض المجتمع الدولي يتخذ بعض الإجراءات، ولم نشاهد من ذلك شيء. وحتى عندما تم الحديث مع النظام الإيراني والتحاور مع النظام الإيراني من قبل حقوق الإنسان للأمم المتحدة، إيران اشترطت شروط للجلوس مع الأمم المتحدة. وهذا يتزامن بالمناسبة أستاذ محمود مع وجود السيد روحاني الذي كان يعول عليه الكثيرون بأن يعني يمضي في سجل إيران في حقوق الإنسان إلى الأمام، ولكن نرى هذا التراجع الواضح في هذا السجل. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمود الأحوازي الكاتب والباحث السياسي، كان معنا من لندن.